بعدك وإلا سنقتل صديقك. لا تفعل ذلك. حسناً ماذا تفعل؟ لقد ترعرعت في جلاسكو يا صديقتي. ألقي بهم عن الحافة. آخرين. ما زالوا معتقلين في الداخل، لكنني أعرف مكانهم. اصعدي لننقذهم. لا يمكنني التسلق إلى الأعلى. اللعنة، لديهم ما يشبه جهازا لرفع الأثقال، استخدميه لتأتي من الجهة الأخرى. حسنا سأفعل ذلك. Thank you.
لا. أمنت تغطيتك في استطاعتك التسلق.
هذا رائع. روث. نعم. لقد مات غريم. لقد حاولوا استخدامه لإجباري على الاستسلام، لكنه لم يسمح لهم. غريم، أيها العنيد البائس. أنا أسفة جدا روث. لا، لا تتأسفي لارا، فكري بإيجابية. سوف نشب نخب الرجل العجوز عندما نغادر هذا المكان. سأحاول أن أقترب أكثر. هل يمكنك تغطيتي مجددا؟ نعم، أتمتع برؤية واضحة بالبندقية وصولا إلى جدران القصر. حسنا. بوافة الإنقاذ ترد على نداء الاستغاثة، أين هو موقعكم بالضبط؟ معك كونراد روث من إنديورنس، أتسمعني؟ لارا، هل سمعتي؟ هناك طوافة إنقاذ. هذا خبر رائع روث. أطلق إشارة، سأنقذ سام والآخرين. لارا، ربما علي أن الأمر ليس كحكاية الطيار. أنا أقحمت الجميع في هذا المأزق وسأنقذهم منه.